السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسايمنت بعنوان EIGRB for IP version 6 المقدم من قبل جروب D المكون من هبة محمود، زهراء حسام، دينا حسن، أنوار عبد الرزاق. أعطت الطالبة أنوار إشراف الدكتور عماد جاسم. EIGRB هو اختصار لـ Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. It is enhanced version of the IGRB developed by Cisco. أي يجب أن تكون كل الراوترز التي تقوم بتشغيل هذا البروتوكول هي Cisco Routers. هو يكون نوع من أنواع Interior Routing Protocol. أي أنه يكون من أنواع البروتوكولات التي تستخدم One Autonomous System for Exchange Routing Information. EIGRB providing the following features. أول feature Increased Network Width. في بروتوكول الريب كان أكبر width ممكن هو 15 هوب للنتورك، لكن عند تفعيل EIGRB راح يكون الwidth أكبر يصل إلى 224 هوب. ثاني خاصية Fast Convergenius، يكون الconvergenius لبروتوكول EIGRB سريع وقد يكون أسرع من بقية البروتوكولات، وذلك بفضل خوارزمية Diffusion Update Algorithm. ثالث خاصية Partial Updates، الراوتر الذي تم تفعيل بروتوكول EIGRB عليه يقوم بإرسال Partial Updates عندما تتغير حالة الـ Destination بدل من إرسال كل محتويات الـ Routing Table، وهذه الخاصية تقلل من الـ Bandwidth للـ EIGRB Packet. رابع فيتشر اللي هي Neighboring Discover Mechanism. الميكانيزم اللي يستخدمها بروتوكول EIGRB هي إرسال Hello Packet بشكل دوري حتى يتعرف على Neighboring Router، ويجب أن تحتوي الهولا باكت على حقول تكون متطابقة على الراوترز حتى تكون Neighbors. من هاي الحقول هي Autonomous System. خامسا اللي هو Arbitrary Route Summarization. Route Summarization هي عملية تمثيل Multiple Network ب Single Summary Address، وتعتبر عملية يتم استخدامها باللارج نتورك أي تحتوي على العديد من الصبنت، لأنها تقلل من عدد عمليات الراوت التي يقوم بها الراوتر، وتقلل من الترافيك المستخدمة للراوتينج أبديتس، وهي تكون أما مانيوال أو أوتوماتيك. وبما أن IP version 6 لا يدعم مفهوم الكلاسفول نتورك، لذلك تكون الطريقة للسامورايز IP version 6 هي مانيوال. الـ AD اللي هو Administrative Distance للـ IP EIGRB بروتوكول هي 90، وهي تكون أقل من Administrative Distance للRIP والOSPF. لذلك EIGRB Routes يفضل على البقية إذا كانت الشبكة تحتوي على أكثر من بروتوكول. Component للـ EIGRB أول وحدة Neighbor Discovery، هي العملية التي تستخدمها الراوترز بصورة ديناميكية حتى تتعرف على الراوترز التي تكون في النتورك التي تتصل بها اتصال مباشر. الراوترز اللي مفعل بها الـ EIGRB يجب أن تكون نيبرز قبل أن يتم تبادل الـ Routing Information بها. الـ EIGRB للـ IP version 6 يستخدم Multi Cast Address اللي هو FF02A للـ Neighbor Discovery. يقوم الراوتر بإرسال Hello Packet كل ثانيتين للتأكد من أن Neighbor Relationship هي Active، وهناك خاصية التعرف على Neighbors التي أصبحت Unreachable. ثانيا Reliable Transport Protocol، لا يستخدم EIGRB Router Protocol TCP أو UDP لإرسال الرسائل، بل يستخدم Cisco Protocol يسمى Reliable Transport Protocol، وهو بروتوكول مسؤول عن الإرسال المضمون والمرتب للـ EIGRB Packet لكل الـ Neighbors، حيث يستخدم EIGRB خمس أنواع من الـ Packet هي الـ Replay, Query, Update, Acknowledgement and الـ Hello Packet. DUAL Finite State Machine. DUAL هو اختصار لـ Diffusion Update Algorithm، وتعتبر هي خوارزمية تستخدم من قبل EIGRB بروتوكول لاختيار البيست راوت لكل ريموت نتورك باستخدام العديد من المقاييس،
بحيث عند وجود multiple routes للنيبور. هذه الخوارزمية يحدد الروت الذي يحتوي the lowest metric واللي تدخل هذا الروت إلى الروتينج تيبل. المترك المستخدمة بالـ EIGRB by default هو الـ bandwidth and the delay لحساب الـ best path. أما بقية المترك اللي هي reliability, load and MTU اللي هي maximum transition unit. الديفولت فاليو لهم للباندوث والديلي تكون واحد، أما البقية تكون صفر، ويتم حساب المترك بجمع الباندوث زائد الديلي. يحتوي EIGRB بروتوكول على مفهومين Visible and Reported Distance. Visible Distance هو المترك للBest Route للوصول إلى الشبكة. Reported Distance هو المترك الذي تم الإعلان عنه من Neighbor Route لروت معين، أو هو المترك للباث الذي يستخدمه نيبر روت للوصول إلى نفس الشبكة. نلاحظ في الرسم تم تكوين شبكة من تو راوترز و ون بي سي. تم تفعيل بروتوكول EIGRB على كل الراوترين. راوتر 2 يتصل اتصال مباشر بالشبكة الفرعية 2001 ويعمل ادفرتايز لهذه الشبكة للراوتر 1. راوتر المترك لراوتر 2 للوصول إلى الشبكة هو 28160. راوتر 2 يعلم راوتر 1 أن المترك للوصول إلى الشبكة الفرعية هو 28160. راوتر 1 يأخذ هذه القيمة على أنها reported distance. أما المترك للراوتر 1 لكي يصل إلى نفس الشبكة هو visible distance واللي هو 30720. الآن مفهوم successor and visible successor. successor هو الروت بالبست متريك للوصول إلى destination، وهذا الروت يخزن في routing table. visible successor هو backup path أو backup route للوصول إلى نفس destination، حيث يتم استخدامه فورا عند فشل successor، وهذا backup route يتم خزنه في topology table. نلاحظ في الرسم أن راوتر 1 يحتوي على 2 path للوصول إلى network A، الأول عن طريق الراوتر 4 والثاني عن طريق الراوتر 3. يتم حساب cost of route و advertised distance لكل من راوتر 3 وراوتر 4. نلاحظ أن cost of route لراوتر 3 هي أقل، لذلك يقوم EIGRB باختيار الروت من خلال راوتر 3 كبيست روت، وبهذا يكون هو سكسسور ويتم خزنه في الروتينج تيبل. وبما أنه advertised distance للنتورك A من خلال راوتر 4 هي أقل من visible distance، فإن الراوتر يمكن أن يعتبر الباث من خلال راوتر 4 هو visible successor ويتم خزنه في topology table، وبهذا يصبح هو visible successor هو backup path. EIGRB router store routing and topology information in three tables اللي هما neighbor table اللي يخزن information about EIGRB neighbor, topology table store routing information from neighboring routers و routing table اللي هو store past route. How to configure EIGRB version 6. أولا EIGRB for IP version 6 is enabled directly to the interface without network command. يتم عمل configuration له مباشرة على الانترفيس بعد الدخول إليها، لأنه لا يدعم network command. ثانيا أنه يجب أن تكون interface that is made active، أي الستيتس مالتها up، أي تكون مخصصة لإرسال واستلام Routing Protocol Message، أي تكون مفعلة. أما إذا كانت هذه الانترفيس غير مفعلة لا يلزم تكون EIGRB عليها. EIGRB for IP version 6 has a shutdown feature، أي أن له ميزة إيقاف التشغيل، حيث يجب أن تكون Routing Process في وضع No Shutdown Mode لبدء التشغيل. EIGRB for IP version 6 protocol requires a router ID before it can start running. يتطلب EIGRB router ID
قبل بدء التشغيل إذ لم يتم تكوين عنوان IPv4 على الراوتر، يتم تكوين راوتر ID عليه. الآن الجزء العملي من الأساينمنت. على برنامج الباك تريسر كونت شبكة من 3 راوترز و 2 بي سي، وزعت IP من نوع IPv6 لكل راوتر و بي سي لاختصار الوقت والخطوات كما هو موضح بالصورة. أول شيء نقوم به هو التحقق من الاتصال بين البي سي 1 والبي سي 2 بالدخول إلى البي سي 1 ثم ديسكتوب ثم كوماند برومت. نقوم بكتابة إعاز بينج وعنوان بي سي 2 ثم أنتر. نلاحظ أنه لا يوجد اتصال بين الحاسبتين وظهور destination host unreachable. هسه نبدأ نفعل بروتوكول EIGRP على الراوترز. أنا قمت سابقا بتفعيله على راوتر 1 وراوتر 3 وراح أفعله بالخطوات الكاملة على راوتر 2 حتى أوضح عملية neighbor discovery بين الراوتر 2 وراوتر 3 و 1. نقوم بالدخول إلى راوتر 2. أول شيء يتم التأكد من أن الانترفيسز اللي مطلوب تفعيل EIGRP عليها تكون في وضع active أو status مالتها up. نلاحظ أنه F00 هي up وF01 هي up. في حال واحدة منعتهم غير مفعلة نقوم بالدخول إليها وتفعيلها بأمر no shutdown. هنا لنفرض أنه انترفيس F0/0 هي غير مفعلة، نقوم بالدخول إليها، نكتب أمر no shutdown enter، هيك راح تكون مفعلة حتى يتم تفعيل EIGRP عليها. بهيك أصبحت جاهزة حتى نفعل البروتوكول عليها. هسه نبدأ بتفعيل البروتوكول على الراوتر. أول شيء نقوم به هو تفعيل routing process على الراوتر بإعاز IPv6 unicast routing. بيجي تفعلت العملية. هسه الخطوة الثانية هي تفعيل البروتوكول على الراوتر create EIGRP IPv6 routing process بإعاز IPv6 router EIGRP ثم أعطى رقم الأوتونوماس سيستم اللي هو هنا كتبنا 1، لازم يكون متشابه بكل الراوترز التي تقوم بعملية الراوتينج والإكسشينج مسج. بعد الضغط على أنتر راح يدخل إلى وضع الراوتر كونفيجوريشن. بما أنه لم يتم تفعيل IPv4 على الراوتر فيجب أعطائه راوتر ID الذي يكون متشابه IPv4 وبشرط أن يكون يونيك لكل راوتر عن طريق إعاز EIGRP راوتر ID. نقوم بإعطائه مثلا 2.2.2.2 ليكون يونيك لهذا الراوتر فقط. أما بقية الراوترات كل واحد إلى راوتر ID خاص به. بما أن بروتوكول EIGRP للIPv6 له ميزة إيقاف التشغيل، لهذا يتم استعمال إعاز No Shutdown لتفعيل عملية الراوتينج. مثل ما ذكرنا أنه بروتوكول EIGRP للIPv6 يتم عمل Configuration له مباشرة على الانترفيس، لذلك يتم الدخول إلى الانترفيس المراد تفعيل EIGRP عليها. هنا راح ننطي للانترفيس 0/0 اللي هي اللي المفترض تضيف راوتر 1 كنيبر إلها. ندخل إلى راوتر 1 حتى نلاحظ عملية النيبر ديسكوفري اللي راح تصير على راوتر 1 وراوتر 2 نفس الوقت. نجي على راوتر 1 بعد الدخول إلى الانترفيس F0/0 نقوم بإدخال إعاز IPv6 EIGRP والأوتونوماس سيستم 1. راح نلاحظ هنا أنه تمت إضافة كلا الراوترين إلى بعضهم كنيبر. على راوتر 2 تم إضافة 1 نيبر
على الانترفيس 0/0 اللي هي هاي. لاحظنا هنا انه اكو عنوان ظهر من نوع link local address اللي هو عنوان الانترفيس للراوتر 1 اللي تكون متصلة بالراوتر 2 اللي هي F0/1. نروح على راوتر 1 حتى نتأكد من هذا العنوان نفسه للانترفيس. نكتب إعازة show IP version 6 interface brief. رح يظهر لي العناوين مع الانترفيسز. نلاحظ هنا انه نفس العنوان ظهر كعنوان link local interface 0/0 اللي هو بنفس الراوترين اللي هي هاي 0/0. هسا نرجع على راوتر 2 حتى نفعل EIGRP على الانترفيس الثانية اللي هي انترفيس 0/1 اللي هي هاي. اللي المفترض نضيف راوتر 3 كنيبر إلها. بنفس الوقت راوتر 1 ينضاف كنيبر لراوتر 3. ندخل على راوتر 3 حتى نبين هاي العملية مثل ما سوينا ويا راوتر 1 وراوتر 2. ندخل على راوتر 2 بالانترفيس F01، نفعل البروتوكول عليها بإعاز IP version 6 EIGRP Autonomous System 1. نضغط انتر. راح نلاحظ انه الراوترين انضافوا كنيبرز لبعضهم هنا عن طريق الانترفيس F0/1 اللي هي هاي. انضاف الراوتر الثالث إلها كنيبر اللي هنا اللينك لوكال للانترفيس F0/0 للراوتر 3 اللي مرتبطة بالراوتر 2. هنا نلاحظ انه هي هاي وهذا اللينك لوكال إلها بالراوتر 3، وبهيج ضفنا الراوترين كنيبر للراوتر 2. هسا نرجع نتأكد من الاتصال بين الحاسبتين من خلال عمل بينج بين الحاسبتين مثل ما سوينا بالبداية. ندخل على PC1 ونكرر نفس العملية بينج والاي بي ادريس للPC2. بالضغط انتر راح نلاحظ انه هنا صار عندي ريبلاي، صار عندي كونكت بين الحاسبتين، صار عندي ريبلاي وصار عندي الريسيفد 4 واللوست 0. نكرر نفس العملية من PC2 لPC1. نكتب بالكمان برموت بينج و الاي بي فيرجن 6 للPC1 اللي هو 2012. نضغط انتر. راح نلاحظ انه هو بدأ ينطيني ريبلاي من الPC1. راح نلاحظ انه اكو ريبلاي واكو لوست 0 والريسيفد 4 بين PC1 والPC2. هسا نجي نعرض التيبل على الراوتر الثاني اللي هي التوبولوجي تيبل والراوت تيبل والنيبر تيبل. نبدي بالنيبر تيبل. نكتب إعاز show IP version 6 EIGRP neighbor. نضغط انتر. راح نلاحظ انه هو طلع لي النيبر اللي ضافهم عن طريق ال F00 وال F01 واللينك لوكال ادريس لهم. هذا اللينك لوكال الاول وهذا اللينك لوكال الثاني. هسا نجي نعرض التوبولوجي تيبل عن طريق إعاز show IP version 6 EIGRP topology. هل راح تعرض لنا التوبولوجي؟ ما ظهر لي عنوان الشبكة اللي توصل للديستنيشن وعدد السكسسور اللي وصلنا للديستنيشن والFD والنا next hop
اللي عن طريقها أوصل للنتورك اللي أريدها. وهنا هذا كل محتويات التوبولوجي تيبل لبقية النتورك. سنجي نعرض الراوتينج تيبل عن طريق إعاز show IP route. راح يطلع لي ال IGRP بحرف LD بالراوتينج تيبل الشبكة 2001 عن طريق الانترفيس 0/0 والشبكة 2004 عن طريق الانترفيس 0/1. وهذا سمري للإعازات اللي تم استخدامها بتفعيل البروتوكول وعرض التيبل إلى. وهيجي أن هنا الأساينمنت